السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله، تفضل. حديث سيدنا، صحة حديث ليس على أهل لا إله إلا الله وحش في القبور. ها؟ صحة حديث ليس على أهل لا إله إلا الله وحش في القبور. لا يثبت، ليس بحديث. ليس بحديث حضرتك؟ لا ليس بحديث. تقصد إن كثير ذكروا في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. لا ليس ليس بحديث. وانت عندك اصلا قول النبي عليه الصلاه والسلام: انهم يعذبان وما يعذبان في كبير.